بسم الله، الحمد لله، الثناء لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والاه. ما بعد، ودرسي سدحاد كتابك نهج الرشاد في نظم الاعتقاد، وعين سوق عني بيت كلواتني أفراد. رعى سنة البيضاء ربي لأنها كشمس الضحى أو في الدجنة كالبدر. وما السنة البيضاء إلا التي قضي عليها رسول الله مع صحبه الغر. وعلى قد قال منزل ذا يقيمها أي كفر لذا السنة ذا هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. رعى السنة خبرنا ولا قد يكرى دعانا ولا قد يكرى رعى وحى إلى لي السنة طريقة البيضاء عديت شدك عدا ربي ربي غيبا إلى لي أما ربي غيها إلى لي وحي لأنها يضو كشمس الضحى قرح ذا برق كذي وكلوه قرح برق شوكت وكلوه أو أمس كالبدري وكلوه يسيد الضيح لما يسترن في الدجنة يعني مقدقة لحديث في الدجنة أو في الدجنة مقدقة لحديث كالبدري أو كلاعي لم يتعي سنة الدجنة وحالي لهذا أي الظلم واي ومقدقة بدري كان وامركو ضيحو لما يسترموه أي لي لهذا. وما السنة سنة ميسنها من البيضاء إعديد إلا التي تيم ويوحك لما قضي الله أوصدي عليها كركيدة رسول الله رسول كلاه لغو أوصدي مع صحبه صحابتي سلتشيركود صحابتي الغري أغهري ومدن. طيب أما وجهك برير تلهاي وجهد عطا السنة وحوك وذهلكا بمعنى طريقة ذي النبي صلى الله عليه وسلم ودين تودن باسوك ليس الملة والحجة الواضحة تاسا المحجة السنة طريقة تاسا القوضة هذا كما أوضع السنة ذي قابل سنيد قرآنك والنبي صلى الله عليه وسلم أقواشي سي أفعاشي سي تقريرات كيسا أهيد كما أوضع وحوك وذا طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وحيك أما قرآنك أما السنة أي صوتك لي مركا أحولي هاي يعني الله إلى ليه أما ألوى إلى ليه طريقة عديد النبي محمد صلى الله عليه وسلم محايا لي سيدي قرح برق شوكتوك لواه يعني افتين كأي نلاش افتين من إيسو سي حق يباطل كأوكل عدين إيسو سيدي قرح برق شوكتوك لواه بمعنى حلقة سيوغو افتين بدن تهيوه أما مقدي ضيح مقدي شوكوك لواه ضيح لما يسترانو أفريد طمنا دم الشمل وطمنا شوكا أو مقدي كسو هقاقي مقدي دحدي وافتين من إيسوما سيدا سوكالاته وحيو افتين من إيسا مقدية باطلك الشركك بدعة أهوادة سيدة ضيحة سوكالي وفتي من إيسا بمعنى باطل كيبا مقدية سنة نوا ضيحي واه أما قل رحضا سي برقين شوكتوك لواه سنة دي ممركة قيحوح ليه سنة سي عد كلية واتي نبي قال لغو أوف صدي صلى الله عليه وسلم إيه صحابة ديسي نبي قرر قريونا صلى الله عليه وسلم بمعنى ويدميستر نيد ويدين تطريق هذا صحبكم الله أبني اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وحلا برنامجرو دين تنو ويدميستر نيد طريق هذا إلهي لو قاري لينوتشي دين وحبكم الله أبني نبي محمد نركو أول صلى الله عليه وسلم صلوات ربي وسلام عليه مرك قدال دم بإن وحلا قصو در أمبهن وويل بوحة إنا ذو المحوء هاي عبتو
كوروضو استعماشه موي ميل كلو وحكا قاده ملها ميل وحلا يقدري كلو مجري بدع الله مصاري كلو وحديب لغا كالي لما قيلين كياني لما قيلين كلو وهكذا ويبعنا تاسا سنديا قضي عليها وحو كوضا بمعنى مات عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحور هل كات المامي حديث إمام أحمد ابن ماجه يسو صارين من حديث عرباض بن سارية أو دير وحديث صحيحة آخر كيس نبي وحوكو صلى الله عليه وسلم قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك وحان إذن كجت قريب النبي صلى الله عليه وسلم طريق عد شد عد دين عد وهبين كذي مال كذو اسكم بديه حال جو ذا بمعنى هبين كذو شد أو افتي مايو مال لو كلوه مال مجدية يمال الله وماله مال قرصون مشرتو هبين ومال لو كلوه يضرب ويضع عد هوا لا لبس فيها ولا ريبها سيدا مالين قول كلي وعده والنبي صلى الله عليه وسلم لا يزيغ عنها بعد إلا هالك طريق قداسي عدة كلها حتى قداشي وعد هلاك سنتي واحد يعني ما دام يعدها عدة قرب مرتي وعد هلاك يسم حققي هاي أولا ما تيوا الدنيا أخرى حديث كاسو مركة المامية مركة أولية هاي وما السنة البيضاء إلا التي قضي عليها رسول الله مع صحبه الغري غري قاسوح كوضاء بمعنى صحابة أهري سوى أصل الغرة وحل إلى هذا وعدانت فرسك وشكي سكتال أي إلى هذا غرة طيب وحكوا إلى هذا غرة القوم حل بمعنى سيدهم مركب بني آدم لغو صفين ايو وچ بريرنانتي وچ عدانتا نوالدها ضدك اما قبيلك نينك سيد كودا اوغاس كودا نوحل ايدادا غرة لنا طيب وحاك الله لغو تلماما غرة كل شيء أكل اوله واكرمه شيء اوهر ايه اوغو كرامة بدن نوحل ايدادا غرة بلا غرة لنا مركب كوي اوهر ايه او كرامة بدن اومدن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ويبعنا غري أساسك وضع مع صاحبه الغري مركة سنة داسي يدريق عن النبي كتك صلى الله عليه وسلم كتابك يا حديث النبي صلك أطهي أما كنديك أطهي أي وحي تهي دريق هذا صح ذا لقبت بهذا روحي كل إحدى فهم هي تطبيق هي عمل كل إحدى وهلك سمي يوي معنا رعى سنة رعى ها إلى ليو السنة البيضاء ربي ربي ها إلى ليو الله هو إلى ليه تبارك وتعالى محوه هاي حفظ كتابك وحاكم إذا حفظ السنة طريقة ذي يرمى إله إسلا إلى ليه معنى سيدا إلهي أبلا قاضي قرآن كحفظ جيسي إلى لنتيس أيا سنة نسوى قليسا سلوبك يصببت إلهي كحف ديه باك للدوان وقرآن كان يعني جد يصوب بالغو حفظيه السنة دانا طريق بالغو حفظيه لكن لا وضوه لحد لأنه ما كلا مارمان ما كلا مارمانو حديث سنة اللو بلهايد حديث النبي صلى الله عليه وسلم أون لحفظين لهاين كتابكم ما حفظي سنة دين لأن السنة وحويان وجانبك تطبيقك أهاي قرآن كواهي مركا سيال الله قلنا قبل هاوي قرآن كإن بدنا وكم إذا هدين السنة شرحي لهاين هذه مثلا هذا صلاة هالشنطة كذا ليه صلاة قرآن صلاة دي بوشيء ملها قارك أوقات هذا وتلمام يا قرآن لكن صلاة دي صلاة مركل ليه هذا إم سرق عدود بك كوبان تا قرآن كم شيء دور كم سرق عدود بك كوبان يا قرآن كم شيء عصر كم شيء عشاء كم شيء صلاة صبح كم شيء ترتيب كله تكنا يا قرآن كله ما هيو يا شيء قرآن سنة ده شكت سيداس دراد نيكي سنة انكراي مبتو كان كراو سيو توكنا لتبين للناس ما نزل إليهم والتبيين كي إلهي أحل صادر رسولك صلى الله عليه وسلم إنه هذا القعد دايو فعل قعد دايو تقرير قعد دايو صلوات ربي وسلام عليه سياسو يا مركة مركة سعى يعني رعى سنة البيضاء ربي لأنها كالشمس الضحى أو كلاوي برق كقرح ديس أو أمسك البدري أو كلا ويضيح لما يسترن في الدجنة مقدقة دحديث
وما السنة السنة ذي ميسن أهالين البيضاء ويا عديد إلا التي تيم ويا وحك لماها قضية القضية يعني وقيريو ذي عليها كورك ذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قضية يعني وحوي وقيريو ذي وي عليها كورك ذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع صحبه صحابة يساء الغري أمده كرامة بنايا أهري طيب قضية اللقو أفصل وتابعهم فيها بإحسان الأولى رضوا فرضي عنهم بها عالم السر صحابة النبي صلى الله عليه وسلم طريقة سيمره طيب وكوي هري إيجا سيدتك أنت كدن بيسين كل راعين وتابعهم وحا كراعي فيها السنة عدحدة وحا كراعي بإحسان سوى ناكسا وقيمة لأقراعي الأولى كوي رضو رالي نقضي ووحا إلهي السيي يا أبا القدك إلهي السيي بيكوقا عيان رالي كنقضي فالرضي مركز راضي كالنقضي قال لي عنهم حق وحا كرالي نقضي بها أرنت السببت وحا أقرالي نقضي عالم السر الله وحي قرصون أقرن بمعنى الأولى وحو كوضا كوي صحابة الراعي أو جدك هاكو الراعي ما دام صحابة دي هوري شيغي صحابة دي هوري وحي أقيب سمان مهاجرين يانصار صوما كوي دبقلي وما قداشو ديمت إي أمدى إنتي جدكو دمري دونتا إلا قيامة دونتا كإيمانيس أيا مركا هالكا لقد يكدب جاي معنا وحو سدح ذا بيت كوفا سيري آيات القرآن كي أين صمح رد كورنا صوشيك والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنهم كوا هوري مهاجرين تي أنصار تا أوقوه الرئي وكوا وكت المامي مع صحبه الغري سابقين توا كوحي إيجا كدب بينا وحو كتل ما مي بيت كدمو وتابعهم فيها بإحسان الأولى ووحو هالكاسي يعني وحويان واقتباسيا والذين اتبعوهم بإحسان وركاسا دنوحو يري رضوا فرضي عنهم بها عالم السر يدنوحو هالكاسي قتل ما مي رضي الله عنهم ورضوا عنه إلهي باكرها للنقضي إيقنا إلهي بيرها لك النقضي بمعنى وحي رالي كان نقدين وحي إلهي السيئة بيكون قنعين ورالي بيكون نقدين ومقصودين إيقنا إلهي بيرالي كان نقدين تبارك وتعالى طيب كواسي مركة وحوي وادتك الراعي تابعين تبا سوق لي أتباع التابعين تبا سوق لي أرددو دي با سوق لي صدح ذي قرنية النبي أماني صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري ومسلم من حديث عبد الله خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ضدك وحا أفضل بضم النبي صلى الله عليه وسلم أقو خير بضن الزمن كان أنيقى النول هي ضدك النول وأصحاب ديسي إيه كوة كوحيقة وزمن كي تابعين تقريبا كوة كوسيحيقة اتباعوا التابعين وحي انت كدام إياه فساد كابضان إياه مرك ضدو حصوب حيا دين تهدو أيتش العيس وضريقين بضك اللي حمدوني طيب وتابعهم وحا كرعي فيها السنة إيا الدريقة نحيذ وحا كرعي بإحسان وناك وحا كرعي الأولى كوي رضو الرالي النقضي وكو مقصود وكو قنع يوحي إلهي سيه فالرضي مركز الرالي كالنقضي عنهم حق وذا بها إيادا سببت وحا كرالي النقضي عالم السر وحي قرصون ميتك حقوق الكواه الله أكسون وحي قرصون عالم السر والله تبارك وتعالى الله صار لك النقضي رضي الله عنهم ورضوا عنه وإني على ما مات عنه محمد وأصحابه والتابعون إلى حشر أقر بأن الإله جل جلاله تعالى عن التشبيه والوصف والحصر وإني أنو عقيدة دي سمركة الماما يهرين واكي وحوق صوت الماما وإني أنو على ما شيء كركي مات أو كردت على ما شيء كركي بان كد السكن هيدا خبرك هالكاذب خبرك إن دخلك هذا وإني أنجو على ما شيء كركي بان كد السكن هيدا أو مات أو كردنتي
عنه أي عليه كركيس محمد أما أكد أنت محمد محمد أكد أنت عنه عليه كركيس أكد أنت بنغني وأصحابه يسحابديس يتابعون يكوي الراعي إلى حشري إلى لقاعد الصوصاري ديدا قبور تلقى الصوصاري أقر وحنقريا بأن الله ألا جل وينا جلاله ويندي سويناته تعالى وحو كسر مرئين وكسر مريبا قريا عن التشبيه ويكيسين تخلق جسلو أكيسي والوصف إن لصفيه ولا تلمامو ذات ديسا أما الصفات كيسا كيف يدود والحصر إن لكوبه وميل لغوكوبه أما يعني وحويان يعني لكوبه يعني صفاتا وذاتا إن لكوبه أيان محو أهايي إنس إله الكسر أيان قرياه وإني على ما مات عنه محمد وحكوضا أنقولنا وحن كنت السكن هاي وحي نبي محمد الصحابة ديسو أي كوغيريو دي عقيدة داس ونبي كتك صلى الله عليه وسلم صحابة ديسونا كنت السكن هاي إلا أي غيريو دي أنقولنا تيبان ما أنت كنت السكن هاي واحد واختي بدن بان كدن بي لكن تيبان هاي استوى طيب مركزو عقيدة دي شرح هذه قلعي عقيدة دي النبي صلى الله عليه وسلم يا صحابة دي سو كدل سقنايين أدوغونا هاي سطم حيثة هادو بالله بمرك وحويد وحان قرية الله تبارك وتعالى إنو كسر ريو عن التشبيه تشبيه محلي دادا صدح الرموت أيو يولي الله وكسر ريو وكان نزاهي وكفوية صدح الرموت التشبيه والوصف والحصر هيكلي تشبيه وحكودا إن خلق إلهي أبور كيسية مخلوقات كيسية إساقا ليسوء كيسية وليسكو شبهو طيب حكفي عن ماشو تشبيه ليه إنو تمثيل له إن إلهي إيه خلق كيسة إسكو ميد لغرده إنت بدن كتبت عقيدة وحكوت ماذا نفي التشبيه عن الله لكن وحكفي عن نفي التمثيل عن الله صوبته وقفي عن توحوه لأنه سيد أولي الشيخ بن عثيمين عليه رحمة الله إن تمثيل لعبرا في عن صوبته وحوه قرآن كوحا كيمد ونفي التمثيل عن الله أي نفي التشبيه معه لفظك قرآن كو استعمالي واكا والله وحوله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير صوبه مركا نفي التمثيل أي قرآن كويم أما نفي التشبيه كما يمان بحيقول الدوين نفي التمثيل وحوى صفات ك لنعو البمركا إلا وضع شيء استقمي ديهن بوحل لها ومثل شيء شبه نوحل لذا أما التشبيه وحل لذا مركا صفات ك إنت وضع بضن استقمي ديهن معناها مركا ويكال الدوانان لفتك مركا قرآن كو استعمالي و ونفي المثل أما نفي التمثيل تاهرت أوفي عنت ينصا وعبره مد لبعض أي أوفي عنت وحوي وكأيدك لله يقول فلا تضربوا لله الأمثال الأشباه والنظائر لمرين فلا تضربوا لله الأمثال وتشق لبعض أوفي عنت وحوي الله تبارك وتعالى إن لقى في تشبيها إجمال باكوتشرة نوع من الإجمال باكوتشرة لأن وحوي من كل وجه هدي اللي يدهدو شبه هدي لأنفيو وحاكا إيمان إيسا هدان مركاسي معناها نفي تمثيل كالقوذين نوع خلدا كوتشرة لأن صفاتك سيدو ضبا أما خالق هذا أما مخلوق هذا بعض يعني وجوه أي اشتراك يوذاك يلانيا بعض الوجوه هي نوع تشابه هي نوع اشتراك معاني ذا قارك معاني ذو أي كي لنا يعني مثلا الله تبارك وتعالى أدوم ذي سوح كسف هي نلل صوما أسوقنا وح كسف هي نلل صوما لكن نلش إله إسكسف هي وصف إلهية هي نلش أكسف هي مخلوقة ويكلتجي يعني إسكوميد ما
صوما. لكن في أصل الصفة هي معناها أصلقة إن نلول ليله هذا سيدة دبا أن لبضى الصفة مرنا إله الله سوغيو مرنا أضومد الله سوغيو حقيقة ذاك للدوان. لكن وحويان معناها أصل أهان أصل كنلوش مرك ليله هذا أصل أهان نوع اشتراك هكذا حي نوع اشتراك هكذا حي. وأنا ميدا كان يسا الله موجود خلقي يقولون موجود صوما. الله واتشوغا خلق يقولون واتشوغا صوما. ما حاله كده حيا إثبات الوجود صوما. لكن وجود الله وجود المخلوق وكل الدوين صوما. بل مخلوقات ككل الدوين مخلوقات ك مركز هذا ترى هذا مثلا لله المثل الأعلى. لكن هذا ترى هذا مثلا لقطة كان عذاب هي لقطة مروديقة هي لقطة بين آدم كم اسمه يدوه يا لكن كل واحد لق مخلوق يبقى سداس خالق مركب وحوي تطلي وكد وين هاي خلق جيس وكد وين مخلوقات كيبا يجوا مقعس وضلاه وصفات أو ضلاه أيها هذا الصفة دي بيكون كل دوينهين مقعنا وكد حيا سمع مركب الله إنه نلول إسوسوجي خلق جنا أسوسوجي إنه مقل إسوسوجي خلق جنا أسوسوجي أرق إسوسوجي خلق جنا أسوسوجي محو أهاي وجه إسكوسيفي أضمدنا كوسيفي كعن إسكوسيفي أضمدنا كوسيفي أصل كوحويان معناها أصل جاء محو أهاي كلمة وضعته أي اشتراك نوعية كده حي. لكن ويكل التجيان وحيكون كل التجيان كيفية ذا هي حقيقة الصفة يكون كل التجيان تام عليه وحويان مركن نفي تشبيهها إشكال نوع عسا كده لنا إشكال كسلية هاي مركن نفي التمثيل كقرآن كاستعماله بكفي عن طيب وحكى له كفي عن هاي نفي التشبيه وحال فهم صفات كلهم بديدة دودة ساس درادت با قليها صفات كمعطلة للي هذا إله صفات كيس جديدة ضد كصفات كالصغا وحيكون لهان مشبهة واي مركات هذا بلا تشبيه ضد بدن ومرك وحيوق هذا نيان استعمالك أي معضلة استعمال ترين وكلمة إن أهل السنة هي طريق صح صنابا لقوا أنفين يلغي أبائن وكسوا بحدودك قاركو دقاتان سيدة سدرادة إشكال كاسين وكا إيمان كريا وكلمة وحي هذا استعمالي فرق الضالة جهمية هي معتزلة أي أهل السنة وحي يكون لهم مشبهة مركات هذا مركب بلا تشبيه معنيه جهمية يوحلوق هذا كرا يمحوه معتزلة الله قادة كرا وإن أتكوده سيئك كوده هذه لكن أترى هذا بلا تمثيل أو قرآن كنا استعماله يظن إشكال كاسم يشوه كبحية صدح ذا وتشبه وحاكو في عن إن اللي دهدو محوه هاي تعالى عن التمثيل صوما عن التشبيه با إشكالات كتران إن كسلوا علماء بضنا أي استعمالين تاوى ميدا سوي معنا ميدا لبات وحيول والوصف وصفك محلي هذا إلهي إلا ما الصفين كرمياه ما هي صفات بوليه إساقابا قارنا صوشي قارنا صوغي دونا وحمرك كوضا وصف كيفية الصفات سي هذا الكيس اللي صوافتي صفاتا إلهي أنصوغي إن القرآن كو الشيغي نبي كو الشيغي صلى الله عليه وسلم سلف كي إساق كمارين صفات كإلهي ليهي لما الصفين كرو قابك إيا كيفية دي أتالو وانو تجي دونا لأن وحويان كيفية ذو لما يقانو سيدة إلهي ذا تديسة أن أصغينو إسلامر كان أن ننقرن النقابة أطالو أن ننقلينن أيان صفات كيسان أصغينا وحانان لكن آذينن نصفين النقابة أطالا طبعا مثلا الله تبارك وتعالى سو الله لا إله إلا هو الحي القيوم سو حي ما طيب نولش إلهي سيوت الله وخلط هاي سويدين لينو مشيقين لينو منفرين قرآن كنا مشيقين نبي كنا ينو مشرحين إنك أنا عقل جاي إنه مكيني كرو سيدة استراتيج وصفك هل كائنه كوض وصف كيفية الصفات إلهي تبارك وتعالى صفات كيسة حقيقة ودي كنه قودة مقرن كرن يعني وحو يا وحن كونا كيفية دوية معنا وأنا أتقدونا إمام مالك عليه رحمة الله أولا هيا والكيف غير معقول
والكيف غير معقول أو غير معلوم ولا شيء. صفة إلهي كيفيتي قابك أطالو من نقرنين لما نفهم سنة ليس من الشيئين هنقلين سك صفة سيدان كقادو معناها ظاهر كي كم وقضنا السك لكن وحي كدن بيه الله أدى هذيك لو ورير بتكلي وحن عقلي بين آدم وحد شرا شرع عدو وحي لها قار كودي التي ما دول إلى هذو يعني وحو يتحار فيها العقول بين آدم كعقلي جيس وحو سنجاري كرين أو سن كوبي كرينين أي شرع عدو شيكتام ومركا قار كود ما لها سوك المركا أنت كجرتو كجابسو وحي أذكرن ويدنا الله يقانه إسكال أداه هل كاس هذيك وحو كجابس هذيك هلا أدور يرسم بالوارك حصر جو حلقة وضاء يدنا والحصر جو حك وضاء بمعنى الإحاطة إلهي تبارك وتعالى وحكه بمشرو لا تدركه الأبصار وكإلهي بمعنى محلقة وضاء لا تحيطه الأبصار أرجيضو مكوبي كران انت الله تبارك وتعالى آخر ولا أركي دونا سو ما داون دون مركا أدومدو إلهي داون ايانو داو شايد يسكون راحيسان ايان ان دهودو إلهي مكوبي كران وموذ قاري كران لأن إلهي تبارك وتعالى وينيدي سي انتو ليقي وحل كوبي كرما صوما مخلوقات كي سميت كوبي دا انان كوبي كرين با سمضا ان امو قطا يبا انا أركو كوبي كرين أرنولك إننا أركو كوبي كرين صوما مركا لا تدركه الأبصار هذه الدنيا دا لغا ديغانا أدونك دا جودا أركي ميسان هذه آخرة لغا ديغو سيدة تفسير كعلماء قاركو دي قبان وسلف كيانا وحن نقول إساء إلهي مكو بكرتان طيب وحاكم إذا ولا يحيطون به علما إلهي علمك مكو باهن دا تديس صفات كيسا لمكو بكرين طيب الله تبارك وتعالى أمرك محوها مكهوبنا ما الدين إذا مسألة أيضا سيدنا نصر سعوته الله تبارك وتعالى إنه عرشي سكسر رأيه سكما هو ريمانا يا عرشي سأل الله وكسر وإنه كيني دونا إن شاء الله تعالى كذلك وحينان كوبي كرينين الله تبارك وتعالى صفات كيسا حقيقة إيو كيف سيؤيالان سيؤيالان لأن الشيء أمرك كيف يدي سيدوني سيناد قرطو أما وإن لقو شرحه أما وإن مد لم مد إنتاد أركتو آدوك قياس قادتو صوما الله تبارك وتعالى ذاتي دي سمانا أركين صفات كيسا كيف يدي قابك أويا لانا مانا أركين وحلوك قياس قادن كرانا مجيرو ومخلوقي سلوك ما قياس قادن كرايو نلو مانا شرحينو وحيكو ما شرحين قرآن كونو ما شرحين سندنو ما شرحين سينكو وغان كرنا مرك مدريق اللو ماري كراجر ما يوي مرك مرك سيداكو أقول ساكو دا يوي مارك طيب ضدوب كل قوة معنى هذا مرك وكوضا وأقر وحنقريا بأن الله ألا جل جلاله جل وينا جلاله عظم ذي سويناته تعالى وحكسر مري عن التشبيه خلق جيس إن لقو الشبه أولا قلم يبدغو ذاتا وصفات والوصف أسماء ديسة أما صفات كيسة يذات ديسة إن لصفه كيف يضي ضيقابك ويألان إن لصفه ينا الله وكسر مري والحصر إن لكوبه أو يعني علمي أما أرق لقو كوبنا وحوي يذنا الله تبارك وتعالى وكسر مري ويمعنا يعني وكفقيه سورة قلما سميع بصير ليس شيء كمثله كما جاء في القرآن إن كنت من تدري سميع ويا الله تبارك وتعالى مثك مغلك بدن بصير وأركوي ليس مؤصنا شيء شينك مثله إسقو كلمهان كما جاء سيدة مثل في القرآن قرآنك كتمت إن كنت هدات هيوه من تدري مد وحقرن هدات هدات وحفهم يسود وحقرن يس الله مقل لوالي أرق نوالي لكن ليس كمثله شيء ليس شيء كمثله وحي سوى كلام جر وحو تلمام يا إشارة يا بيت كاسي آيات القرآن كهيدا الله لها قال يلي تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير آيات داسي
أصل وين أو كم إذا باب الأسماء والصفات أصل بيوتاه هذا يقول يهان إلهي صفات كيسة يديدة أمسي كلية أمسي جزئية آيادة كلية هذا يفهم إلهيين وحبضا بيكنا بتقول إلهي لأن آيادة محي جمعيسي وحي جمعيسي بين التنزيه والإثبات إلهي يوحي أن هبونين لقد نزهه إيه وحي محو أهاي كمال كي صفات كيسة صفات الكمال كيسة إن الله سقو تنزيه آوي ليس كمثله شيء وتنزيه مرك إلهي لقاها ربي لقاها الله وصفات كيسة لقاها الله مرنا مسكح ذاتي فهم كاو يوسا آذن وحي خلقي قاعد كنت قاني صوما لأنه محاميش كوية لقاعداء ليس كمثله شيء مركل لو يله هذا الله تبارك وتعالى عرشك يسو كسر مري وهي ات خلقي كنت قاني او كرسي لو فريستو هي شيء لو اكادو يين سو غل مسخداد لان ليس كمثله شيء صوما الله تبارك وتعالى مركو قرانك كو شيغي انو وجلي او غعمليه فهم كاغي مسخداد يا قلبي راغو يوسن ادي وهي ات مخلوق كنت قاني لان ليس كمثله شيء بكو تعالى هدي آد مركا آد فهم كاغ وحي آد مخلوقة كتقاني كلا آدو هل كا مركا وحاكا إيمان دونا إن آد إلهي صفاتي 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 سديدو آدقو حجة كارلغانا يا خلقي قيبان كفو قينا يا إنو أكادو وانا ميشا لغا سوق قليب معادل لدوا قول هذا إلهي صفاتي سديدي وجهمية دي ومعتزلة دي أشاعر دي وحوا ميشا لغا سوق قليب هالكاسو صفاتي هذي سوقان با وحي كان احفهمين إن صفات سجدي سأكرت لنا يسوع إله مخلوق يسشبهه مركز وحي إلى هذين سأن وقفوا إنه إله أنزهنه أن صفات رم بديدنا ونرهنه اللي حنا ونرهنه معناها لقمة وذي معنى كلا لقمة وذا ساس دردد بوحي هذا العلماء كل مشبه أما كل معطل مشبه متكستو صفات ديدي أنتو سن صفات ديدين هرت قلبي يسوع كل شيء تشبيه بكل شيء فهم كتشبيه مركو يمد أي صفة ديدة مرك ويقول ما يشبه كسر ديد محاها محالة جوا ذا حاجة والله مرك معنا كله تعريف مرك آياته مرك وحيدة ليس كمثله شيء خلق جي الله ينادس كسر وقبته فهم كأجو هل كأدب هذا خلدن ما يش ولا قاب الله ويب أفده كأكوستي وكاب الوضع بوهل كأ ليس كمثله شو واحد كهل ليس ماها مخلوقة تقاني ما صفاتك عاد اركي جيرتينا ما واه كدوان سوما غيرن سامر كدروميسو تاسي مركا وا تنزيه واي ليس كمثله شيء محل قدن بيسي وهو السميع البصير واثبات صفات الكمال الهي مغيس سميع يا مغعن بصير الله وصفه حبارسين صفه السمع هي صفه البصر اسماء دي سر وحسنى ولله الاسماء ولله الأسماء الحسنى مع حسنى لوي مع عيضة وفي عن الله يشو إلهي لي حسنى وحن لوي لي مقع إلهي لي يمتشرو إلا مقع وحنبارسينه صفة كمال صفة كمال بحنبارسينه من كل الوجوه كامل كان وإلا هدو مقع إسكيه مقع عن صفة بحنبارسينه يا سيب حسنى كون نقرية شيء حسنى وحكون نقضى معنوه حنبارسينه صوما مرك وحي ما من صفة لله تبارك وتعالى إلا وتحمل يا ما من اسم من أسماء الله إلا ويحمل صفة كمال ساسوي معنا مرك صفة السك يا تمثيل كنا مش كسر هذين الصفات كتيري لهين آية اللي جمدن بيسين وهو السميع البصير صفة دي نوال السقي تمثيل كينا ماشى على جساره وتشبيهها أنت سا يعني واحد تقع إذا ذا صفات كورن ساس الله مرينا مرك كل صفات صفات الأفعال كهالنقطة خبرية ذا هالنقطين محوها صفات المعاني واحد آن هالنقطان كل صفات كورن هالكاس الله مرينا الإمام عثمان بن سعيد الداري مواكيلها في نقضه مركو منك لليشير مريسي إنك معتزلي جها مركو لدودي وحكوله أولم تسمع أيها المريسي قول الله تعالى ليس كمثله شيء والمريسي وصماد مغلن إلهي أراه ذي سيؤير ليس كمثله شيء
طيب ليس كمثله شيء ذاته إله ويقول نقنه ليس كذاته ذات ولا كسمعه سمع ولا كبصره بصر ولا كحياته حياة ولا كاستواء استواء كل صفات واحد هل كعوض مري مركز وحوري وكما ليس كمثله شيء ليس كسمعه سمع ولا كبصره بصر ولا لهما عند الخلق قياس ولا مثال ولا شبيه فكيف تقيسهما أنت بالشبه ما تعرف من نفسك وقد عبت على غيرك سيباد واحد أدوه أركي جيرته والنفط هذا كالتقانو أركي جيرته وقا قياس قادن إيسا وقا شبه إيسا وكد من الصفات قليه وديد إيسا سيداسو يمرك هل كاسا مركا لقا قلي وقليها نوردن كي يبادي مثلا هذا سنة أصل كذو حيونا قولنا انحراف عقلي هو مركا هوري يعني عقلي بني آدم كبا واحد لسينا يا كالين أوصا لهي السجى أصل أقول لك يا صفات كوحي عقلي وقوس سجنا ويسجيا وحي عقلي وديدنا وديديا صفات كإلهنا أصل عقلي وماها أصل وحوقه نقلها ينسك أصلها وحي النسك السجى عقلي وينو السجى هدو فهمنا فهم هديك لنا ضدوه وينو كقات عقلي ودور كامله دور ومحوها السنة إيو نسك إيو وحيجا إنه كلاشان ده إيو أنت النطور واحد شرمه أنت النقاضة ويشرتاه دورك عقلي وملا عقلي وحوي إنه فهمه وحي له سودة شيء وحي فهمي وينه وإنه إسديبه أو يراه قرط ديبتو يراه قامه قامه تاجوي معنا وحكي ده يمل طيب سميع ويا الله تبارك وتعالى ميتك مقلك بدن بصير إنه أرجع أركع يعني خلق جيس يعني وحك الصول صودة أما طوق أنا مقله وحبك مقرصونة وهذا الله استجمع درمدان سيد خلقي يسوع كلامه يعني النجوى كله هذا مثلا هذه نور روح أي 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 قيليان وهل هذا الكود يسكون له يا أحبك ما فهمك كل ويكاوض فكرة يعني ما هل بعض قباني تمام لكن الله تبارك وتعالى مخلوق يس بلايين تاء هل مر هذا وضع نواقان استجدر من ماي تمام سميع واحد إنه بقل خلقه كلامه بصير الواميد كأركؤه سيدو كان مخلوق أرقيس حد بوليه صحيح ما؟ إنه إيشي أنه إنتي قبان كرتاه سوحده ما لكن الله تبارك وتعالى وحك قرصوني مجره وحك لكحيك سنيه وأرقيس كدبولي أنا مجره وحك استو أركا ليس موسى نهني شيء شينك مثله إساقو كلام أهان وفيرس يعني سيدا اللي وضع مقعي صفات كودا أوصن خلقي جيس أولم ذاهين يسداتي دي سنة أولم ذاهين صفاتك كلنا أسماء كلنا أوصن أولم ذاهين كما جاء سيدا كيمد في القرآن القرآن كيمد إن كنت هداته كان لها الله يو من عد تدري وحقرنا يو حق هداته هداته وحبا قرنا إن الجاهل تاهين تبوت بوت ما شاء الله عيسى هذه كجرتها هذا وحبا قرنا إن الورسنته وفلسفة كوري رسي يمحوها عقليات فسبحانه من مالك متكبر تفرد دون الخلق بالعز والقهر فسبحانه نزيه ديسه من مالك متكله حقي متكبر وإسلوين تفرد وحولقون النقضي دون الخلق خلق سكدوضة بالعز يعني غلبده أود يحق والقهر يمقون تخلق لمقوني فسبحانه نزهي دي سواء نزهينا واحد وحن كان نزهينا نكفو قينينا وحكستون أقل من يعني لمنان عيب وحن في عنين وحكستون أقل من بان إلهي تبارك وتعالى كان نزهينا نكفو قينينا من مالك متكبر مقعي دور أشياء منك مالك واسم من أسماء الله قل اللهم مالك الملك مالك يوم الدين مالك حلقك يعني من الملك والله انشهاء ملك مرك اللي يدادا وبقر وحلقك يعني من الملك ساسيتا ساسرات يدبع لبدا قراءة مالك يوم الدين يا ملك يوم الدين لبدا واصح ولو ابن جرير الطبري عليه رحمة الله أوليه هاي قراءة مالك أبو ديدية لكن لا بد واجرا قرآن كوحى أبدا ملك
ملكان كحل دير مالكا، لأن كل ملك مالك وليس كل مالك ملكا. فهمتين؟ يعني عدك استو بقرة وحبو ليه، لكن عدك استو وحله بقر ما مسكين حتى ميلها تاكتاكنا ميسكو ويالو سو وحمله وحبو ليه صواه وحو قوليه يساقو ليه يحجر ومالك وحقو ليه هاي وحل ليه هاكلا بدن لكن ومالك لكن ما بقر ما يا بقر ما، لكن بقركو بربه ديله وبقر وحواليه عيد كستو وحلس بقر ما سيداس دراديت بحق معناها حق قراءها وصح، لكن حق معناها وحال دير قراءة ملك يوم الدين وحين كيماني سامركا من الملك مالك وحين كيماني سام من الملك والله هنشهية مركا مالك واسم من أسماء الله. طيب متكبر أسغنا من أسماء الله واه إلهي مقعي ذي سوى صفة الكبرياء أبو حنبار سنين هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر المتكبر. محل قوة متكبر كاس وحولي قتادة تكبر عن كل شر الله وحو إسكسر رئيسيي أو إسكوينيسيي وحكستو حمان يشرع تاسوي معنا له الكبرياء وينيدا نبتعه إيه كبرياء نبتعه إساقا إسكاله الكبرياء كبر كوح ليلا كبركو الله مركي الله سوغيو وصفة كمال، لكن خلقك كبركو حكوية هاي وصفة نقص. صوت معي تاه ما يستاهل ينوس كبريو صوما ما يستاهل خلقك ينوس كبريو ما حايز كبريني مسكين كاقا نحوها هاي قشنكو حالوشا كاقا بوح ما ينازل كبريزات مضون طايبة مركاقي هورانا واحد كسو تشيدا يعني ما دو واحد كسو تشيدا اوريسي اوريسو او مركاقي كوغادو مرادا كاقا اتسكت ريسي او اتسكت نقيسي ايات كسو تشيدا مركن دنبو او تشوكتو دادوكا تشوكتانا علوش هذا يجير كهذا قشن باك بوحة وأورهية هذا لما تقعد أدون كرافتنا يجير كهذا وأوريو وحعوني دونا محو أهاي محو أهاي وحعوني دونا يعني لولك عوني دونا صوما عرض عوني دونا وأوري دونا مرك هذه وصيدة سما كبير بابكو يا لبا كبير كوما يال ساس تردد مليه دادو أكيد حديث كان النبي صلى الله عليه وسلم الكبرياء ردائي والعزة ردائي إزاري فمن نازعني روحي يقف صدى نار تنكتر بالي تبارك وتعالى مركب حيك من توصف إلهي إليه كبرياء بالعز عز كان وحلا إلى هذا صفة العز قوة كتم هذا إلهي وإسكوس في تبارك وتعالى اسم هذه سنة عزيز بكم هذا صفات كي سنة صفة العزة كم هذا سبحان ربك رب العزة عما يصفون ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين عزة سمرك وقدرته أما غلبته يعني عزيزك وحلي وغالبك وحول بكاءك وأن لسكو تاجي كريم واحد يا عد سكو تاجي كرتا ما شرته أما سكو بدي كرتا بإني كريس وحكلونا ولا سكو دي كرا لكن الله تبارك وتعالى لسكم ذكر وغالبك قوي قوي سيدوك لات صفة العزة وحي حبار سنتها الله ومجيدك شرفت لي ونمرنا بالدلوبين صوما والعزة وحي كنت ماذا ضد الذل يعني انت كالورا مخلوقة وكسورت قل انو دلوبه وكسورت قل لكن إلهي تبارك وتعالى مرنا بكسورت قل ما صفة القهر أيضاً وحويان وتقران كتم دور ميلود والله تبارك وتعالى مرة وحي كتم هذا قهار على وزن فعال أو مبالغة مرة وحي كتم هذا قاهر وهو القاهر فوق عباده أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ويكال حيال ديري مرك قاهر كوحل إلى ذا هو المذلل المستعبد خلقه ومثك خلق يس الدلية أو أدون صدواه. طيب الذي قهر كل شيء
فذلله وسخره فأطاعه طوعا وكرها ومتك أدومديس قصبة أو مقونية أو دلية أو سخرة مد أقولان شيء سيكي مد إلهي إسوكو ديبا إيا مد لقصبة الله تبارك وتعالى وقهار وحو الربو لقوه رمان كر وينو مرسية أدومديس يا ما عيد با إسهور استاقي كرت ما جرت صومع قهار كساسوا وكموقونية أو قصبة وحو الربو أدومديس مرسية حبيراتي وحور استاكرنا متشرو الله تبارك وتعالى صفة القهرنا وليه رب تبارك وتعالى فسبحانه نزهيد أن نزهين من مالك له يعني له حقي يعني له مخلوق له متكبر وإسلوين وحي حماء إسكلوين يعني وحوي صفات يعني ذاتا وصفا وإحمانا تفردوا لقون النقضي دون الخلق خلق سكوده ده بالعز غلبده يعود يو القهر قصبد يموقون انت اضمد وموقون الهي باقون الله تبارك وتعالى. طيب وينزل لا تكييف لي في نزوله تعالى سماء الدنيا يقول على سائلا ستري وذلك اذ يبقى من الليل ثلثه كذلك حتى يفصل الليل بالفجر وينزل الله سودك لا تكييف قابين لي أنك إيما سقنار في نزوله سودكي ديسا أنقابيه قابكو أسودكي إنان شيغو إيما سقنار تعالى وصر مره سماء الدنيا سمد سكاء يكسر مره مايا تعالى سرية وحو أسودكي سماء الدنيا سمد سكاء أسودكي يقول وحولي مركو صمد الصكا أسودكو ألا سائلا ألا هو يسائلا مد ويدين يمجرى ستري أسطر كيغا يويديساني إن أسطر العفيو إذ يويديساني استمجر تابو له وذلك كاسنا مركو الله صمد الصكا أسودكو وأدومد أوكولي يهي ور أسطر إذ يويديساني استمجر تاي ذلك كاسي إذ وقتوي يبقى أهرم من الليل هبينك حقس ثلثه صدح ميلود ما لو صدح ميلود ميل مركي هدوا هبينك كذلك سدا صون اهانيا حتى يفصل الى الله صوعو الليل هبينك بالفجر وابرك لو صوعو الى واغو بريو وهبينك بخو سدا سو اهانيا رب تبارك وتعالى او سمدا سو كاي سو دغيا ويما لبدا بيد وحو كتلمامايا صفة إله صفات كيسا كميض من صفات الأفعال وصفة ذي وصفة النزول صفة النزول أو إله مشي أيدي سكوح رموع وحنا تلمامي حديث النبي كنت من صفة داس حديث كأبو هريرة صحابة بالغورية تلمامي دونا نبي صلى الله عليه وسلم وحوري ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر يقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له طيب الله تبارك وتعالى سمدا سكة تضبض صمدا أسكة إن سوحكته أي أسو دقيا هبين كستا مركي صدح ميلود هبين كمركو لو قيبي الله بأي تكتو قيبين الله بنته أي الله سو دقيا تبارك وتعالى مركز وحو ليهي يا إبريا يا وحي ويديس يا إبريا أو أن أقبلا يا وحي ويديس تأنسيا يا دم بداف ويديس تأرو دم بدافا يعني يا دياروه ردوا فرنتهي يا عدسيقا مكين سنة يساوه محاسك ودرن. طيب حديث كاسي وحديث صحابة آدو فربدا لقوري وحديث متواترة سنة حديث تو حيقي بسنتا أحاديو متواتر كوحا لإلى هذا وحديث كصحابة فربدا أن لقوري وشكي أوسن كتشرين سقنان تيسا هذا الآن لقلين كريس هذا القرآن كوكرين هذا اللو قلين كرون كروان. طيب حديث كاسي إنو متواتر يهي علماء بضنبع تلمامي الحافظ من عبد البربا كمذا أبو عمر شيخ سلام التيمية كمذا ابن القيم با كمذا الإمام الذهبي با كمذا الباني با كمذا
طرق دي سوحة دواق عليه أروريي الإمام أبو عثمان الصابوني كتاب كيسي هذا كوران أخريني عقيدة السلف وأصحاب الحديث وطرق دي ينبضن وكم إذا كشاقي الإمام الدارقطني عليه رحمة الله الرسالة كألفي كتاب النزول بلين هذا ورسالة مطبوعة ويسون حديثة وكو أروريي وحا شرحي الشيخ سلام بن تيمية عليه رحمة الله ابن القيم السجنة وحو حديثة السوق يعني انتو كاري كاري مختصر الصواعق المرسلة مركا أحاديث تاسي آد بأفر بضان تهي وحين كأصح ذي صحابة آد أفر بضان إلى تقريبا صدومية كدو أي نبي كوري صلى الله عليه وآله وسلم تنكرية تماءها حبين كقلن كي صدوم بكرية ماءها إنو إلهي سود دقيو وحاكلو إيادنا أي سوغن تهي قلبت عرفة عرفة مركا قلبت يدا أي حجيد تغيهين بنك عرفة إنو إلهي سود دقيو oo malaa'igta ugu faanayo dadka xajka jooga ee meesha Carafa taagan ayaduna saxiixu muslimkay ku taala quraanka kariimkaana ilaahay wuxuu ku sheegay oo kale sifatul maji inuu ilaahay iimaanayo oo uu iimaanayo li fasl qada adoomada inuu kala saaro maalinta qiyaamada wajaa rabbuka wal malaku saffan safa rabbi gaaba yimid malaa'igti iyaduna way iimaan iyadu saf safan ha adoomada ilaahay kala saaraya صفة الإتيان إله والوصف القرآن وكسفه هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام مركا الله إيمانية أيضاً القرآن كسفه سودجدنا أحاديث كسفه صلوات رحمة النبي صلى الله عليه وسلم مركا نزولك هو من صفات الأفعال صفاتك إلهي مركو دون سمايو أي كميته ومشي هذا إلهي إرادة سكوحلا سدى سامرك الله سجيا صفة النزول لمن الديدة يو macnaheedu yahay in lama leexinayo oo lama dhahayo malaa'igii way wax soo dagahaya naxariis baa laga wadaa amarkiisa laga wadaa taasi waa macnihii oo lagu xiyaarayo wax tahriif baa leeyahay kayfiyada iyo qaabkana gelimis somarit wuxuu ku yiri la takyifa soo kuma dhin la takyifa maxaa laga wadaa ilaahay soo dagidiisa markii la sheegay horey baan u soo sheegnay laysa kamithlihi shay'un eh فهم كاجي مسكح هذا دويسن آدين سودجدي أتخلقي كنت قاني صوما وحلقها الله يو وخالق هي صفات كي سوا مرنا بحاجة يسوع كل هذا الشيء ضاي يسوع كورو فنن هذو حاجة كورو فتو حاكو صبيحي الضوما دو مركي سودجيا ميل بيكتها كانوا ميل بيقوري كان ميل يسقطيران صوما ركت مركا فهم كي معنيه نوع عاس هاي مخلوقات كلوية قانها آدين فهم كاغنا كحد مسخدا دا كحد waxa laga hadlayo ma wixii aad taqaanay ma sidaas daraadeed sifadaasi waa sifada sidaas loo sugeeyo macnaheena wala yaqaana nuzulka laakiin kayfiyada ma naqaan waati imaam malik alayhi rahmatullah marka istiwaa la weydiyay ilaahay arshigiisu ka sareeyo oo tagi doona wuxuu yiri al istiwaa ghayru majhul wal kayfu ghayru ma'qul wal ibaru bihi wajib was su'alu anhu bid'ah macnaheena wala yaqaana كيفية يقاب كان لما قرنيو إن الرميان وواجب إن لوح لسكوي ديو لسي باربارن وابدعو لماذا؟ لأن الصحابة يسلفكم سي باربارن ساسا يكون مرين كو أقبلين كغانا قدبين طيب إن للرات ذاتي أي مركة وأسئلة داسي ليسوي ديو وحي كينيسا إناد صفاتي الشككة قلو ومركاسي أما عادين كرتاو معنى هذا الليس يعني وانا تكو كالفتي ضد بضن إن إله صفاتي ستعطيليان طيب يعني مثلا سيكو سو دغيا مركو سو دغيا عرشغه ميو كسو وريغاي ميو كا ايمانيا ميل ميو كتغا ميل كلام ميو تغيا ام سمادو دخ غلهيا مخلوق حقيبو كمريا وخا سو دغيا كوغيا كو ديرسد اديك ها هلكن مركي لوو جيرا بابي مخمو اهاي عالمكا اما دولكو كل بقيبا ثلث ليل كو جيرتا سوما انغا مركا هدا انغا وريغتو ثلث ليل قولود انو وختا غليس هذا الأمر كي نجاور يكتب ثلث ليل قلاد كلا جليس متشر توس يعني للك حل ثلث ليل قيب كم إذا إنه كتشر ما بتشر به ساس ترى ده معناه دولي كي مصمد سكوت شو جاب على الغلي ورياكو قش هذا واحد ياكو درس شبهات شيء دام واعي وأنا ماش على جسوع قالي إني منك الصفة إنكره هل كذا على جسوع قالي وحال الغلي يا مركا قر إله ينسود دقيو حديث متواتر كويمت حديث تاسي يعني واحد يشكك ما تشره معناها أنا ساكو قلو أما سؤالها يوسواس كاكلا كقابسو لأن وحويان
نلومنا شرحين نلومنا الشيغين عقلنا هما كيني كرنو الله سوحان هبنا إنو سن نزول كيس الله مداهي النزول كمخلوقيس تاسوي معنا ليس كمثله شيء بمر والبهور تينا تعالى قاعدة ساتعالى معنا طيب مركا اسكتشر وي معنا اسكتشر ساتر أدد بقوليها جهمية ذا إيو معتزلة ذا إيو أشاعرة ذا إيو ما تريدية ذا إيو قرادة خطك كبحضة وحي كليهين وحلق وضع ينزل يعني أمر ربنا وحي كليهين وحسود دقي وملك مر وحي قاضيان نحريس تيلة وحسود دقي ونحريس صمر والمتشوكين أمرك إلهي صنو مر مر متشوك محود أمرك بسود دقي أمرك إلهي مر والبوات تاقي نحريس تيلة مر والبوات تاقي انت صمع مر وحال استغفرك ملك جاي الله نا عيد القرآن كا إتيان كبرك اللي جهل لي أمر كيسة الله يا أمر كيسة ملاك تمر بالي استغفرك مرك وابط ملاك توالا شيء أمر كينا والا شيء الله حقيقة يعني مرك مرك وحاس ولا وحال الدنيا إن دجاج كفر يسوع الصفات هذي نبي محمد صلى الله عليه وسلم عليه باشيء جاي سداسكو أكله مرك طيب أساس تردد العلماء وحيد هذا جهمي جا جهمي ذو نمنك الصفات كإنكره جهم يقول هدوك إلى هذا كيف استوى إلهي سيبه عرشه يعني أقصر مره فهو تقدونه أما أوك إلى هذا كيف ينزل إلى السماء الدنيا سمد سوك سيبه وقصه الدقاء هدوك له أما أوك إلى هذا كيف يداه لبدي سكعمود سيبه يالان وحد كنت إلى هذا كيف هو في ذاته إلهي ذاته سيبه تعالى يشكل هدوك إلى هذا لا علم لي بها إلهي كيف ذي سيبه تعالى وحبا كما قرانيه وحد كتر هذا أنقنا إلهي صفتي سقابك أطال الله مكرمي لماذا؟ لأن الصفة تابعة للذات يا ذات هذا مربع هذا قرنا إن قابك أطال الله الصفة نقابك أطال الله متقاني هدو صفين كرواية قابك إلهي ذات ذي سو أطال الله صفة ذي سو نوحي الرحسن طاي ذات ذا إلهي كيف يدي ذا لمصفين كروها الكاسال قاب صنعي بحي إنت كسو هاري ومتهادي وحد قلي سورير أرين ده يدا هذا كور وحى سمي ننكل إلى هذا الإمام إسحاق بن الرهوية الحنظلي إسحاق بن إبراهيم الحنظلي صاحب كإمام أحمد للمحدث وفقيها وأئمة المسلمين تكمدة أيا هذا كور وحو حاضري عبد الله بن الطاهر نل إلى هذا وكمدة أمردي مسلمين أيو قوله ستجي نمان كي أمردا هاي مسلمين تواجه روح سمين شرين قولا وحي لهان شيران علماء يكون مرتقادان إلا أن يجب لفتوض الدين تيقانين قولا ها مركي سوقي ما دام بامركي سؤالا لإصنافسا علمي بالإصنافسا أيقو فائدي سنيان علم تاسي وحكوي الدينيان يعني علماء وحي سيني أبل قدية بحينيان وحي دي رجلين علمي فافدي سي دي رجلين مجلس مركي أولي عبد الله بن الطاهر ووحا كقيب قلي إسحاق بن الرهوي إسحاق مركو يمد أيا وحا لويديي حديث ك الله إنه صوت دقي الشيء وحلق يقول الصحيح هو حديث كاسمي سوغي علي مركز يقول نعم بس سوغي وصحيح لنك أمير كأها إذا ما دي سيقار كم يضو ميشة تاقناب أمرك وحكوي يا أبا يعقوب أتزعم أن الله ينزل كل ليلة وأبو يعقوب وإسحق موحد شيء نيسا إنه إلهي هبين كست صوت دقي مركز أوحيل نعم ها ساسا شيء ها مساسا قبطة ساسا قبا مركز أوحيل كيف ينزل القاس أسود سي أسود دقاء سود جدي سوا قابك مركز إسحاق أوحيل أثبته فوق حتى أصف لك النزول هرت السق إنه كرتشرو أنا قلنا مركز أن كل شيء قابك أسود دقاء مركزا وحو يري أثبته فوق طيب وأقول هذا يقول إنه كرتشرو ما أقولاته ها مركزا إسحاق وحو كويري سوى جمرة مركز قابك أسود دقيقة وش ها وجاء ربك والملك صفا صفا وبتا جوابته ربي جاب يميت سوى إيمان شما آية كلها واقعية وجاء ربك هذه لديها وحي من ملائك ويان لديه لها أنا محاكدا بيا والملك واكد بيس طيب مركزا و خو كيري اميركي نيكي مدخدا اهاي اميركا ميشي فديبا مركا سوغلي هادلك و خو كيري يا ابا يعقوب
هذا يوم القيامة. وحقول وحلقها الله وقيامة وجاء ربك أنك نادي ذاك الله مركز أوحول إسحاق أميرك الله إلى ليه حضوبة ما لنت قيامة إيمان أيه ما أنت إنه يمد يا أودي ذي بول يا حضو آخر إيمان أيه أدونك إنه يمدو سودك يا كهر استاج يا بول مركز أوحول عدنا سلاد وأساس يورمك ما فهمت مركز دودو كقالو نصوص دوحي شيئين أقبل معناها إسقى كيفية أنا أوده معناها سي إلهي سودجيدي تبارك وتعالى صفته كصاب صني وحا قري الإمام أبو الحسن الأشعري أشاعر هذا هاد شوكتي صومالي ذا مذهب كأبو الحسن الأشعري الشيكتان ومتأخرين تمذهب كودي واه مر لبعضنا ومذهب كيسي هوري اعتزال كواه إن بدنو كمل لكن كتبتي سهد الله هي أبو الحسن الأشعري مقالات الإسلاميين هي إبانها هي رسالة إلى أهل الثغر انت بصد حد وحقوق حياة الله تبارك وتعالى صفدي سنزولك إن أي أول صفة سقنت هاي إلا إن كرنا إيسان أهين السقنا الصدى أوقبه أبو الحسن الأشعري عليه رحمة الله وحاكله وللعجب صدى السقنا القبى حق محوها عقيدة أسماء الصفات كي صمارد وحيدا أشاعران حد مذهب كان شافعيان حق الطريق قدنا بضن كود وقادري صما مرك أبو الحسن أشعري كتاب تيسي لهايي وركا ويدي دي محا صهري الإمام الشافعي عليه رحمة الله باب كان صفات كو حلم دها سلف كي بلم دها شيخي سي إمام مالك إمام أحمد مزني أردقي سها قطيعي رقاس أيو لما ذهب ما ذهب يكسر جوريا نسون صاصوا صفات كائن الله سوى سيد الله داي يا صاحري شيخي طريق هذا صبح عبد القادر الجيلاني أسأل روح لي كتاب كيس غنيها الغنية لطالب طريق الحق صفحة البقول لواتني شن أي وحقولي وأنه تعالى ينزل في كل ليلة إلى سماء الدنيا كيف شاء فيغفر لمن أذنب وأخطأ وأجرم وعصى لمن يختار من عبادي ويشاء تبارك وتعالى العلي الأعلى لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى لا بمعنى نزول رحمته وثوابه على ما ادعته المعتزلة والأشعرية يا وحوليه الله أسودك سمد السقو أسودك سيدو دونو أسودك مركاسو أدوم دي سخلت كي دنبك قالي أرافا عدو دونونا أرافا ما عيون وناكسن وقو وناكسن بولي عد حق لك عبدون إساق أهين نمجره صفة النزول كين إله سودك ينا لك موضا نحريس تسا سودك يس ثواب كيسا سودك ينا لك موضا سيدة معتزلة دي أشعر دو ليهم يا مركز صومالية باب كان إساق قادرية نمتهين شافعية نمتهين أشعر نمتهين ما العلاد كورت يا عمضوا يددوينها عادقة أيقوا على الدين العجائزو واتي ورازي لها ونصه ونقضيه أيقوا فلسفة ما يقعنا هذان قلبي قوض الله وسخينه وذات وصوحوق القلوعينين روح عام يقع أهدو وحي مقلو سيدي سوء قادنا يا روح وعوه الرينين هذه هذا اللي هذا الرب با إيمان إيمان التقيام وذو خلقي كلا سارية شكي كقل مايو معناها أنا وحو سواسا كما قبو الله با سودك يسواسا كمارك هبينك قيبتا قدام بيسا لا وانتهي روح عامي قيان مسكح ديسا فلسفي عقل قيسا قليني يعني سي عادي أمريا واسكر رميني صوما لكن مشكلة دو وحو فلسفة دي جهمية دا يمحو هاي معتزلة دا يمارك اللي قليو وابد كحكي موم بصفات كي وابد كحكي موم ماركي صفة دي لشيو قلبي قاقا بودي وابد دي با لأن وحي با مركز صفات الطفية إهدات في الدرادة أصل كأكسو قنان لهيد وأن لو وصخين لهين صفات كيلا يزيد إهدات كو أقلان لهيد ساسو معنا مركز لغو أخريو كتبتي نوعا كسو جيدو جهمية دا يمعتزلة دا أشاعر دا ما تريدية دا خط كبحي مركز لغو أخريو صفات كسو قدو دا كل بي لأن قاب قلو عسان با لغو أخريي أو لغو شاقوي معنا مركز صفة النزول تاسوي
معناهيدونا ساسا لغوداه كيفيته ما نقانو لكن نبي محمد بي كسوغنتا ربيغي كوسيفيي ادوغو نبي محمد الله كما تقاني تبارك وتعالى الله اسغا نفتيسا او يقانا marka laga yimaadana khalqiga nabi maxamed waxa allah waxa ugu yaqaan sifaadkiisa nabi maxamed sallallahu alayhi wa sallam sooma nabi maxamed marka laga yimaado umadiisa waxa ugu yaqaan allah tabaaraku taala iyo sifaadkiisa saxaabada ugu yaqaan iyo salafkii kuwa dariiqooda ruuxi maray marka waa nabad galaya hadii laakiin kuwa qalqalucsanay meelaha la laabka kugu helaan waa ku dhamaatay xaalkaaga allah saaro wayanzilu soo daga allah tabaaraku taala la takyifa qaabayn لي أنا كإيمان سجنان في نزول سودجي ديس أن قابي أن إلى هذا قابك يسدا يكيف يسودجي تعالى سري يسودجي حاجة السماء 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 الدنيا بوسودجي يقول مركز سوله مركز سودجو ألا سائلا ألا هوي سائلا ويديست متشرا ستري أستر كي جي ويديست إن الدم يجي صرافون أستره إدي ويديسني يمتشرا وذلك كاسنا مركز سودجي ألا إذ وقت وي يبقى أهر من الليل هبين كحجيس أو كهر ثلثه صدح ميلود ميل مركي لابن تايوه وحيلك ساعة الإجابة داوي كذلك سيدا سونا الله أهانا كذلك الأمر كذلك ساس الله تبارك سمد الصكاء يوسو دقية حتى يفصل إلى لك أوسعه الليل هبينك بالفجر يعني وحوابرك أوكسع حتى يفصل إلى الله صعده الليل هبينك بالفجر وابرك يفتين كيس إلى وكسوم إلى واجو بريو أو فجر الصادق ونشو أنت كه الرئيس الله تبارك وتعالى صمد الصكاء يوسف الدجيا سيد حديث كان النبي قام تواتر كوسوغان معنوه هنا معناها صالح وضع عب إيا دليل إيا لمنان كما موقته إيواك صفة كاملة إلهي لي تبارك وتعالى هذا بالله توفيق وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.